يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم ناصر ايس فلوجز. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. في هذا الفيديو هذا غادي يكون ماشي تك ريفيوز ولكن غادي يكون فاشن ريفيوز. شنو تتعرفوا على الفاشن ريفيوز؟ هي كما قلت لكم في الفيديو الاول بلا عندي واحد جوج شركات كيصيفطوا لي الحوايج وكندير لهم ريفيو ولا تندير لهم تناخذ صور ولا كنلتقط فيديوهات وكنصيفط لهم هذا الشيء وانا خدام معاهم. كما شفتوا في الفيديو الاول الشركه الاولى اللي انا خدام معاهم دابا هذه الشركه الثانيه. داكشي علاش الاخوان وصلوني بعض المنتوجات ماشي منتوجات بعض الملابس اللي ان شاء الله بحول الله غادي نحاول ندير عليهم واحد الفيديو اللي هو فيديو خفيف ظريف. المهم بغيتي تساعدني فقط دير لي زير لايك الا كان قلبك بيض وبغيتي لي الخير فقط زير لايك. المهم اخوت باش ما نطولوش الفيديو بزاف فاشن ريفيو الان دابا. المهم what I gotta do right now is I'm gonna go to the other table. شنو دابا انت هضر بلونجلي باش يعرفوا شنو كنقول. غادي نمشي للطابله وغادي نحاول نجبد هاد المنتوجات هادو كاملين اللي خديتهم من دريس ليلي. في حاله عجبتك شي حاجه غتهبط لتحت في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف غادي تكليكي على الرابط ديالها وغادي تمشي للسيت وغادي تشوف الثمن ديالها. ما عجبتك حتى شي حاجه ما تدخلش للسيت ديالهم. المهم هادشي غير تنقولو لك الان. المهم نمشيو دابا للطابله. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. خواتاتي هكذا سالينا الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم هذا الفاشن ريفيو، هذا الفيديو هذيك. المهم ما تنساوش اخوتي زير لايك لهذا الفيديو هذا، ولا كنتي جديد على القناه ديال ناصر عايز فلوكس ما تنساش دير سبسكرايب ولا ابوني ولا اشتراك باش تنضم للعائله ديال ناصر ايس فلوكس. بغيتكم كاملين اللي تفرجوا في هذا الفيديو هذا، بغيتكم تقولوا لي تفوطيو وتقولوا لي شكون اللبسه اللي كانت حسن، واش هذه ولا هذيك اللي فيها سكولير ولا الاخرين. المهم خليو لي التعليق ديالكم لتحت، غادي نقراهم كاملين وغندير لهم قليب. المهم الناس اللي بقى عجباتهم شي حاجه وبغاو يشريوها، راه ديما تنقول لكم تنخلي لكم الروابط لتحت في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف من هذه الشركه اللي انا كنتعامل معها. الناس اللي باغيين يشريو شي حاجه غادي نخلي لكم واحد الكود الخصم ولا كود ديال الديسكاونت، غادي تدخلوا داك الكود وغادي انخفض الثمن شويه. المهم الناس اللي باغيين يشريو شي حاجه، الناس اللي فقط بغاو يتفرجوا في فيديو بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، بيس. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all